تعقبه. والله فاضي خالد يا اخي ازعجتني، ما يكلمني الا وقت التصوير. خلنا نتعرف على ضيفنا، اعتذر منك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك يا غالي، حياك الله بخير. يا مال الخير الله يسلمك. لا والله مزعج خوي، انا اعتذر. لا فتح راحتك يا حبيبي. راح اسالك يا طويل العمر، بس عطنا لفه كذا برمي يا حبيبي. ايوه كذا تمام. اول شيء نتعرف على اسمك. صالح السنيدح. والنعم والله، مالك زود الله يبارك. ونورتنا في الرياض. نورك يا ابو. جاي من وين؟ سفر ولا من؟ ايه من السفر. جاي من وين؟ جاي من اوكرانيا. اوكرانيا ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا بنسالك سؤال حتقدر تجاوب عليه. حياك الله، تفضل. سؤالين بسيطة جدا. السؤال الأول يا طويل العمر، في رمضان رايح تجيب فطور لأهلك. حلو. وأنت راجع بنشر عليك الكفر. إيش تسوي؟ والله إذا بنشر الكفر أول شيء ببلغ الأهل ولا أركب تاكسي. جوالك نسيته في البيت. نسيته في البيت، أركب تاكسي. سلمك الله. ما معك دراهم إلا حق الفطور. حق الفطور؟ إيه، وجبت الفطور والفطور معاك. إيش ممكن تسوي؟ في عدة حلول. أيوه أنا أبي هذه الحلول. الحل الأول إني أطلع أنا تاكسي ويفطر معي عزمه على الفطور. وبعد الفطور اعطيه حسابه. ما لقيت تكاسي وقتها. ما لقيت تكاسي، بفطر في اقرب. معك فطور، انت فطورتك في السياره. بفطر باي مكان وصلى الله وبارك. بتفطر. وهلك طيب اللي قاعدين يستنون الفطور المساكين. بلغهم. كيف تبلغهم؟ كيف ترجع الان؟ جوالك في البيت، ما معك دراهم، ما وقف لك تاكسي. هو صراحه يعني موقف. فعل الورطه وموقف محرج بعد. لكن اكيد بيكون الاهل مرتبين وضعهم، يعني اقل شيء البيت، ما في بيت ما يخلو من تمر ولبن وماء. تمام. يعني اذا ما في لبن ضيوف عاد انت تصعبها عليه. والله صعبها. كل ما قلنا المخرج دخلنا المخرج ما شاء الله عليه. والله شوف فعلا المواقف هذه تمر على اي واحد. وقد صار لي موقف حادث. واحد صدمني قبل الاذان يمكن تقريبا نص ساعه. فاضطريت يعني بلغتهم، قلت يا جماعه ترى انا صار لي موقف ولا اقدر اجيكم، والحين نبي نفطر انا والرجال. وافطرنا من الفطور حق الصايمين هذا. اللي توزع الخير. انت حتقدر تمشي نفسك، بس الضيوف اللي عندك في البيت. والله صراحه موقف محرج، يعني اذا ما قدرت تتواصل مع اخ لي ولا قريب ولا احد بالجوال. صعبة. يعني تدارك الموضوع. صراحه جوالك في البيت ناسيه. ما هذه صراحه، هذه فعلا يعني موقف محرج، يعني ما في. طيب صعب اتوقع. اغيرك السؤال. اي والله. طيب اغيرك السؤال، بما انك تعرف تتكلم انجليزي صح؟ لا والله انجليزي والله ما اعرف. حلو. ايوه عشان السؤال هذا يضبط. سافرت لدوله اجنبيه. حلو. تمام. ومعتمد على الجوال بالترجمه. اكيد كعادتنا. ايوه. وخرب جوالك. في لغه مفهومه ومعروفه عند الكل. اي وش هي؟ لغه الاشاره. كيف؟ تبي تشرح مثلا انت؟ تبي اكل، تبي توصف له مثلا، تبي تروح الفندق، شلون تشرح له الفندق حقك؟ بتقول له هذه يبينا شويه فندق. كيف تقول اسم الفندق؟ كيف تقول له انك هذه؟ اذا مثلا ما معك تقول، اذا انت عندك شوي لغه تقول له اي نيد هوتيل. كم هوتيل مثلا؟ وداك اذا انت مثلا ما تعرف مثلا انجليزي. طيب انت عندك لغه، وداك اي فندق وانت تبغى الفندق حقك. الفندق نفسه بتقول له اسم الفندق. اذا ما تعرف اسم ما الفندق. ما تعرف اسمه. هذه بعد ورطة. صعب. انت كنت انت ما تقدر تقول له هذه اكبر. حتى بلغه الاشاره ما تقدر. ما تقدر. لكن في بعض الاشياء مثلا بسيطه، مثلا في مثلا الاكل او كذا، النوم. طيب. الاشارات بلغه الاشاره تشير له. طيب الاكل تمام. انت تعرف انه احنا مسلمين ما ناكل الا حلال. ما ناكل الا حلال. صعبه. صحيح. كيف تقولها؟ ممكن يوديك اي مكان. والله فعلا شوف هذا سؤالك، لكن الاغلب كمسافرين. إيه؟ مسلمين مباشره بيقول له اي نيد فود حلال. يعني اللي يعني حتى اللي مو عارف يعرف الانجليزي يعني بيقول حلال، اكل حلال، هو بيفهم منك. مسلم دقيقه معي. طيب صرنا هنود. طيب كلمه اخيره تقولها للجمهور. اولا سعدت صراحه بالظهور معكم حبيبي. قناه المجد، القناه الجميله المتالقه المبدعه، موظفيها النقيه الطاهره، اسال الله يوفقكم ويسعدكم بالاجماع، الى من اقل موظف الى صاحب الحلال. اعتقد الشبيبي او الغماز صاحب القناه حسب علمي. من زمان اشتغلت معكم. الله يسعدك. ومما يشرفني ويسعدني
والله اني ظهرت معكم بهاللقاء ولو انكم عرجتوني انا تفاجئت توي جاي من السفر وملتقي مع اخويا يسلم عليك نورتنا بنورك عشان نورك الله يسعدك اضاء الرياض الله يسعدك ونراك على خير شرفنا يا بعد رحمه